ما نصيحتكم يعني لمن يصور المحادثات الشخصية بينه وبين أخيه ثم يرسلها يعني هذا من الخيانة، هذا من الخيانة أن يتحدث الإنسان مع أخيه بالهاتف بهذه الوسائل الواتس ثم ينشرها بين الناس، فهذه من الخيانة إلا بإذنه. إذا كان الإنسان إذا حدث أخاه فالتفت فهي أمانة، فكيف بما علم عند الناس أنها أمانة؟ من الخيانة سواء في خير أو شر أن يصور الإنسان المحادثة بينه وبين أخيه ثم ينشرها بدون إذنه، هذه خيانة ولا تجوز، ويجب على الناس أن ينتهوا عنها.